عيل حضرتك تبطل الدكان متى ما بقيت وتسد الدكان متى ما بقيت، مو كذي؟ وبعدين يا معروف ما يعجبك الوالي ولا يعجبك نطاح ولا يعجبك احد بالسوق، مو كذي؟ شو اسوي؟ تدري شلون عيل؟ انا عندي حل، انا اقول لك شو تسوي؟ اطلع اهو. وين؟ عطني مقفاك. وين؟ عطني مقفاك ورد مكان ما جيت. انا ما ابي ريالي يهنيك انه جاي خان ما يقول مرتي وانا واللي مرتي ما عندها حتى قدر. اتفضل اطلع برا. دليلة سمعيني عمري، خنت احاور. ماكو حوار. خنت احاور. ماكو حوار. السلم زين، العنف مو زين. ملينا من السلم، ما منا فايده. مو حطنا للدماء عمري. ويه الدماء. خنت احاور. اطلع برا ابو بس. ترى راح تسالي. بس برا لا يكون اشوف. تسالي راح يلعبني. دليل احمد، خنت باهر. دليل عمري، خنت باهر. اعطيني ملابس. دليلة سمعيني يا دليلة. أوه. يا لها من امرأة قشرة. أخ الله، بلاني بلوى بهالمرأة. وين أروح؟ وين أروح أنام؟ وين؟ وين أروح؟ وين أروح؟ إي ما أكل بالمسجد، أصلي لي ركعتين وأرتاح وأفتك منها ومن لغوتها ومشاكلها. شو أقول؟ الله كفيلك. لا أقعدن على الطريق وأشتكي وأقول ما ظلما وأنت ظلمتني ظلمتني ميت والله ظلمتني اهلا وسهلا يا مولاي. اهلا وسهلا. هل علينا هلال العيد؟ باسمي وباسم تجار عدلستان رحب فيك يا مولاي. صارتنا البركة يا مولاي. الله يبارك فيك يا زجران. شو اخبار السوق عندكم يا زجران؟ بوجودك يا مولاي السوق على ما يرام والحمد لله يا مولاي. الوالي مولاي الوالي ارحمني يا مولاي. الله يخليك ويطول لنا بعمرك. ساعدني يا مولاي، ساعدني على رجالك صادره وكل حلالي صادره وعربانة الخضرة اللي اترزق منها انا وعيالي. ساعدني يا مولاي الله يخليك. ايش قصة الولد يا مولاي؟ الإنسان هذا غير مرغوفي بالسوق لأنه يبيع فوق التسعيرة، وانت يا مولاي منبه علينا أي إنسان مرابي أو جشع نوقفه عند حده، وعلى هالأساس طرد من السوق علشان يكون عبرة حق غيره. كذب يا مولاي، كذب. هذه التهمة ملفقوها لي علشان يخشون عنك الحقيقة، وإذا مو مصدقني أسأل هذا لك كلهم يا مولاي، كلهم شهود على كلامي يا مولاي. زجران وربعه هم الحرامية. لو سمحت لي يا مولاي، لو سمحت لي. أخي الفاضل، الأخ المزارع هذا بكم كان يبيعك الباذنجان؟ 5 دراهم سيدي. 5 دراهم. أخي الفاضل، أخي العزيز، الأخ المزارع كم باعك الطماط؟ الطماط ب5 دراهم سيدي. 5 دراهم يا مولاي. سيد شدقم. نعم. الأخ المزارع لما صدتوه كم كان يبيع الباذنجان؟ 4 دراهم. سمعت يا مولاي، الخيار والطماط والباذنجان اللي مسعرينهم الذرهم علشان هالفقاره المساكين اللي بالسوق، الاخ المزارع هذا قاعد يبيعهم على 4 و5 و8. ما يصير كذي. شو اسمك يا ولد؟ جوهر يا مولاي، جوهر. يا اخ جوهر، عندك شهود على كلامك؟ اي نعم يا مولاي، كل هذين الواقفين شهود على كلامي كلهم يا مولاي. ما تتكلمون انت يا جوهر؟ شلون تتهم مراقب السوق بهالتهمه الكبيره وما عندك دليل ولا عندك شاهد يوقف معك؟ للاسف يا مولاي، هذول كلهم خايفين والخوف خلاهم طرمان. لا يا مولاي، هذا وايد، هذه اهانه لنا كلنا. مولاي، اذا كل واحد يبي يستغل طيبتك وعدالتك وحكمتك ما يصير البلديه هيبه ولا المسؤولين اللي في الولايه. بدل خادمك سجران لو منه مو كف ما خلينا في هالمهنة، ومثل ما يقولون رضا الناس غاية لا تدرك. فعلا رضا الناس غاية لا تدرك.
لكن لازم ننظر في أمره، إذا لحق لازم يأخذه. بدران؟ نعم مولاي. حول قضيته للقاضي والمعالي وقول له خلي بت فيها بأسرع وقت. أمرك مولاي. زارت البركة يا مولاي. أهلا وسهلا. زارت البركة يا مولاي. شاركو. نعم عمي. نظف السوق. يلا. والاخ اللي كان يتفلسف قبل شوي جيبوا لي اياه هذا. جيبوه. يلا. وخروا ايدكم عني. وخروا ايدكم عني اقول لكم وخروا ايدكم. وخروا ايدكم عني وخروا ايدك. بصراحة يا مولاي واحد محتال مثل هذا حرام يصير مراقب على السوق. انا ادري ان ربع ذياب كلهم نصابين وحرامية. لكن نبي الحل. الحل شنو؟ الحل يا مولاي انك تغيرهم، لان الناس ما راح تلومهم، الناس بيلومونك انت. غيرهم يا مولاي، في وايد ناس احسن من هالعصابه الفاسده. لا تسرع يا بدران، تبعدك صغير وخبرتك بالحياه قليله. خل هالموضوع هذا علي، انا اشوف شيء انت ما تشوفه. لو اعرف شو اللي يدور ببالك يا مولاي. ايش حقه متردد؟ الناس تبي الاصلاح، والاصلاح زينه الحكم. على العموم اخذ القضايا اللي عندك وودها حق القاضي والمعالي، خلي بت فيها كلها وبسرع وقت. واذا عندك اي شكوى ثانيه من السوق اعرضها عليه، وسلم على ابو المعالي وقول له يقول لك الوالي ارجوك رجاء حار انك ما تاجل اي قضيه فيها حق وعدل، لان القضايا اللي فيها حق وعدل ما تتحمل تأجيل. أمرك مولاي، عن إذنك. ما حد يقول آه إلا من علة بعشاء. تأخر يا شموس، تأخر وأنا خايفة من أبوك، إذا يا وما لقاك بالقصر بتصير مصيبة. بعدين لا تنسى إن أنا وظيفتك ومسؤولة عنك. صبري صبري يا رحيمة، بدران قايل إنه ما راح يتأخر، والحين إن شاء الله بيوصل. بس تأخر تأخر وأنا خايفة من أبوك ذياب. بعدين لا تنسى أبو دائما يطرش ورانا ذويب عشان يتجسس علينا. قهوة وصل. ولدك ما راح يتأخر، أجل أطريني من زين. ليش تأخرت؟ خليتني حاتيك. سامحيني يا شموس، أشغالي وايد عذرين. وأشغالك هم مني يا بدران. يا شموس وجودي مع الوالي خليني دائما مشغول، وأنا الحين لازم أروح المجلس القاضي، بس تأخرت علشانك. القاضي؟ وأنت ايش عندك معاه؟ شكاوي كثرت على أبوك وعلى ربعه، ولازم أوصل الشكاوي هذه حق القاضي. المشكلة ولا متى بنتم على الحال يا بدران؟ دام ابوك حاط العصابة حواليه المشكلة ما راح تنتهي. يا بدران انا خايف ابوي يدري انك واقف ضده، يحاربك ويرفض زواجنا. انا مو ضد ابوك، انا مع الحق. والولاية امانة عند ابوك، والناس قاعدة تحس بالظلم. يعني مو معقولة يا شموس كل يوم تي شكاوي عند الوالي على ابوك. اي بس انا خايفة ابوي يوقف بطريقنا. لا تخافي يا شمس، انا بعد ما بيوقف ضدي ولا بيزعل عليك ولا ابي نتزوج بدون رضاه. يا بدران انا احبك، وهم احب ابوي، وهم ما ابي افقدك. واذا تفارقنا اعتبرني ميتة. زين تروحوا الحين واشوف ايش المعلياية.
يلا في مالك. مع السلامة. يلا بسرعة. هاتوا يلا شيلوا يدكم. وخر يدكم وخر يدكم. يلا 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 يلا. ايش مالك؟ الدنيا فوضى. ادخل وخر يا جماعة وخر. تحرك. يا حاجب نادلي على اصحاب الشكاوي واحد واحد خلي يدخلون. طغر بن بخيت. طغر بن بخيت راح يغلب السوق. غير موجود سيدي غالي. غيره سيماد بن صادق. سيماد بن صادق بيع عايش في السوق. غير موجود سيدي غالي. غيره جوهر المصباح. جوهر المصباح راح يخلص السوق. غير موجود سيد. وين ربعك يا بدران؟ المفروض اللي يشتكي عند القاضي يحضر بنفسه. تبيني احكم على مراقب الاسواق بدون حضور اصحاب الشكاوي؟ اكيد صار لهم شيء يا حضره القاضي واخرهم. فانا اطلب منك يا حضره القاضي انك تمهلني يوم علشان اشوف شنو سبب عدم حضورهم امام معاليكم. اكيد صار لهم شيء وخلاهم مايون هني. لو سمحت يا حضرة القاضي، بدران كاتب الوالي ما أدري إيش في علي، متحامل علي، قاعد يجمع شهود يبي يلفق لي أي تهمة بأي طريقة، وأي شيء يصير بالسوق وصلها لقصر الوالي ويحيلها لسيادتكم. ما يصير كذي يا حضرة القاضي. أنا مراقب جميع الأسواق في الولاية ومعاون أمين البلدية، لي احترامي لي اعتباري، مو حكي هذا. طيب أنا ببلغ الوالي باللي حصل وبعطيك فرصة أسبوع. إذا ما حضروا أصحاب الشكاوي أنا مضطر أحكم بطلان الدعوة المقامة ضد مراقب الأسواق. أمرك يا حضرة القاضي. شموس رحيمة. شموس رحيمة. نعم سيدي. أنا كم مرة قايل لك لا تكلمين هذا اللي اسمه بدران؟ ليش تعصين أمري؟ ها؟ ليش تكسر كلامي؟ سيدي احنا لا كلمناه ولا شفناه. أنت شب ولا كلمة ولا كلمة. المفروض أنت وصفتها تحطين بالك عليها مو تسترين على أفعالها. وبعدين ذويب شافكم بعينه. ذويب كذاب. قلت لك شب ولا كلمة والحين ترى طردك من القصر. وانتي بدران ايش يبي منك؟ يبي ايش يبي؟ يحبني يبي يخطبني. حبيت احيه ان شاء الله. سمعيني انا اشوف ابليس ولا اشوف رقعه وجهه ومن اليوم ورايح طلع من القصر ماكو مفهوم؟ بس بس يبست عظامك ان شاء الله. سمعيني زين لا تخليني اضطرني ازوجك من خارج الولايه. سمعتي؟ بدران انسي انه ياخذك مفهوم؟ سيدي بدران خوش ولد. خوش ولد؟ وانت شو قلت؟ شب ولا كلمة؟ شب ولا كلمة؟ يلا منك؟ انت كلمت قصيت لسانك انت وياه. يلا داخل شوي يلا يلا. بدران قلبي عليك مجروح وبنوح عليك بروح ليلة وقلبي عليك مجروح نحن حبيب وأروح ترى قريب نخلص بدران. ذهب درهمك شيك بدران درهم خلصنا ورانا مصرف. سامحني يا عم معروف انا سرحت شوي. اشوفك سارح. شوف البني ادم ما يسرح الا بشغلتين يا الفلوس يا الزواج. الظاهر انك مهموم وايد يا عم معروف. وايد وايد وايد. اقول عم معروف ما حد قال لك انك تشابه والينا ابو الشجاع وايد؟ والله صراحه يا بدران وايد ناس يقولون
بس بعد يعني أنا مو شايف الوالي بس شاب صيني لطيني الأخوالي الحاكم أنا ريال قزرت عمر بين الأحذية والنعل لا معشوم الوالي وبعدين أضمن شغلة ثانية أنا بس أسمع أن الوالي جاي عنده جولة بالسوق ما أدري أعتفس صك الدكان وهد شغلي وركضه ما أدري راحت ما أدري إيش بالعكس يا عمي بالعكس والينا قلبه طيب وحبوب وبسيط نعم فيه انا اسمع عنه نعم وشجاع بس مو شايفه من خوف بس يقولون يا يسوق ما ادري تجيني النفاضه كذي اروح بيتنا لا تخاف يا عمي لا تخاف بدران ولا حمالديك يا بعد وصل ربعك اللي بالقصر خليه يبون احذيتهم عندي يدزون احذيه جواريهم هم ما يجون ان شاء الله يا عمي والله بس شغلي صار بلا بس على احذيه الجواري ان شاء الله يا عمي حاضرين حاضر يا عمي ما تقصر يلا يلا انا استاذن يا عمي حياك الله الله يحييك حياك استاذن عزيز وغالي هوا طيبه حبيبي هوا طيبه هلا عمي يو هلا شلونك يا عمي هلا ومرحبا كيف حالك تفضل مشكور يا عمي هني وعافية الله يعافيك يا عمي يا عمي بغيت أنشدك عن جوهر راعي الخضرة ما تعرف وين فيه جوهر جوهر صار لحول أسبوع مو مبين وسليمان بن إسماعيل بياع العيش سليمان حول أسبوعين أكثر شوي ما شفته وعبد الله بن وهدان بياع البهار والبزار اللي كان هني ويه هذا صار له اكثر من شهر صار دكانه مو مبين ما ادري وين فيه ايش فيك حسه ما شر ليش تسال عني لا يا عمي ماكو شيء بس هم كانوا مقدمين شكاوي عند القاضي بالمعالي لكن للاسف ما حضر هذا ايش عنده جاي السوق ايش يدور شبي المهم يا عمي اذا شفت اي واحد منهم بلغني على طول هل امرك حاضر لو ولدي حاضر وما الله يفضل فما الله يحفظك الله شكرا نعم أبيك تمشي وراه وتراقبه من بعيد لبعيد لا يشوفك حط بالك حاضر أبي أعرف إيش حقه جاي وش يدور عليه حاضر يلا بسرعة قهوة 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 طيبة قهوة 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 طيبة هذا شو عنده معك من هو؟ بدران كاتب الوالي إيه لا هو شرب فنجان قهوة وبعدين سألني عن جوهر عن إسماعيل عن خلصني إيش قلت له؟ قلت له هذين ما أعرفهم أنا إيش ذا منهم أصلا هالأسامي هذه غريبة عن السوق أسمع يا أيوب مرة ثانية بدران ندش السوق لازم يكون عندي خبر وأعرف إيش قاعد يصير بالسوق فهمت؟ وبعدين انت ليش مدافع ضريبه للحين ايش ضريبته انا ما عندي فلوس فدايه تبي فنجان قهوه اهلا وسهلا والله زمن اللي صرت فيه انت مراقب السوق قهوه انا هم مثلكم ماني عارف شلون اتخلص من هذا الولد اللي اسمه بدران الوالي يبيه ومعتمد عليه والود اني اتخلص منه اليوم قبل باكر وانفيه من الولايه سيدي الوزير بدران هو اللي قاعد يحرض الوالي علينا بدران هو اللي قاعد يحفر لنا والناس ما تتجرأ توصل قصر الوالي تشتكي علينا او تبطل حلجها بكلمه الناس بس تخوفهم يسكتون بدران الشيء هذا انا عارفه وعارف ان الوالي قاعد يدربه ويشجع على منصب أنا عارف الخطة زين علشان كذي رافع خشمه ويتكلم بجرأة لا وحاط روحه بمقام الوالي بكل شيء وهذه غير الإشاعات اللي مطلعها عليك أنك قاعد تاخذ رشاوي من كل شخص يدش الولاية أو يطلع منها هاوي يقول لنا أنا ونطاح من ضمن عصابتك وعارفين كل شيء وساكتين عاجبك الحكي أنا عارف كل شيء وعارف الحكي وعارف أن الوالي واقف وراه ويسانده لكن بي اليوم وين بيروح مني؟ وين بيروح مني؟ بصراحة يا سيدي إذا إحنا بنتم كذي ترى ما نقدر نشتغل وبدران موجود بقصر الوالي بدران لازم نتخلص منه ولا بنروح فيها كلنا لحظة يا جماعة لحظة
أعطوني فرصة علشان أفكر وأقول لكم شو تسوون. ما تحكي، ما تنطق، ما تقول لي وينك المدة كلها، وين دلت؟ يا مرة قصر حسش، احنا قاعدين بالسوق فضحتينا قدام الله وخلقه. يا مرة عيب، يا مرة إذا فيك حرة، إذا فيك بقالة رحنا البيت يحشيني من عيون الثنتين. هني عيب ضيعين هيبتي بالسوق، أنا لي هيبة هني. منزل هيبتك اللي بضيعها بالسوق، لازم أعرف وينك فيه، وين هايت هالمدة كلها بهالسكيك والشوارع. شنو انا بسال السؤال؟ حنتي مو طاردتني، اشو صرت بعيد عنك اصير عزيز؟ مو طاردتني بعد حدا تحاتين وتحاسبين؟ على اي اساس؟ الله، عشان طردتك خلاص تنسى ان عندك حرمه بالبيت، ما تقول مرتي ايش تاكل، ايش تشرب، ايش مسويه؟ لا يبا وين رحت؟ والله ما رحت محل، انا طول عمري مظلوم. طردتيني، رحت المسجد، صليت لي ركعتين، حطيت راسي ونمت، قمت افتك من مشاكلك وبلاويك، هذا يزاي؟ الحين صرت انا راعيه مشاكل؟ الحين انا صرت راعيه مشاكل يا معروف؟ عقب ما سويتك احسن اسكاتي في الولايه والولايات المجاوره، صرت الحين راعيه مشاكل؟ يا دليله، يا دليله، افا عليك بس، قصري حسك رهيب انت في السوق، الله يهديك بس، يا صوتك عالي في السوق، انت في السوق، افا عليك بس، افا عليك، يا انا سمعت كل الحكي اللي دار بينكم، سمعته كله، هو مو قصده انت؟ والله ما حد فاهمني غيرك يا ايوب، تنزل انت مرتي. انت ما تدري، ما تدري عنا يا ايوب، ما تدري، هذا قدامك فقير مسكين، لكن من تحت لتحت ما تدري، عنده بلاوي. لا اسمع، اسمع يا معروف، اذا اليوم ما رديت البيت وتفاهمنا على كل شيء، ولا ترى والله انك تشوف شيء عمرك ما شفته بحياتك. اختي سم دليلة. بس يخلص شغله يقفل دكانه يجيك البيت على طول، لكن قبل ما تروح البيت شوف هذا، تروح الحمام وتسبح عدل ان اعطنت الليلود هذه زين، بعدين دليل افع عليك، ما دام انت تعبين هالكثر والهانه عليه ومشتاقه له، ليش تطردينه من البيت؟ هل ما تقول لي انت شكو؟ انت دخل بين بعلها وبعلها؟ انت شكو قدام دلتك؟ تعال ايوب، شنك مو شنك مرصختها؟ هي شكو تدخل نفسك بيني وبين بعلتي؟ لا تغلط على الريال، الشرها عليه اللي قاعد يصلح بيننا، يصلح ذات البين، بعدين شوف لا ضيع الصقله، شوف ان رديت البيت ولا جبت الارنب اللي انطره من 10 سنين ترى بتشوف شيء ما عمرك شفته، زين؟ وتشاهد. تبي ارنب؟ انا متزوج نسر مو مره، ارنب. حلا بالها رخيص الارنب هالايام. ارنب؟ ايب لها ارنب وفوق روحك. ايوب الله يهداك، الله يطول لي عمرك. منين الفلوس اشتري لها ارنب؟ تدري الارانب على كم واصلي؟ كم؟ ارنب 12 13 درهم، منين لي وانا هذول زبايني؟ واحد جايب لي الجوتي يقول ابيك ترد يدين بنص درهم. يقول لي ابشر الحال، خلنا على الله، خلنا على الله. عيل اسمع شوري. شنو؟ انا اقول تسوي مقايضه. مقايضه ما اعرف، انا اصلح جوعتي، مقايضه ايش عرفني؟ مو مهنتي ولا عمري اشتغلت فيها. لا لا مقايضه يعني ادري مقايضه يعني حلويات، ما اعرف اسوي حلويات، هذا شغلي احذيه. لا لا مقايضه يعني تبادل جوتي برنب، جوتي برنب. اي والله خوش فكره والله. يعني يعطي جوتي ويعطيني ارنب؟ اي خوش فكره، بس اخاف ما يرضون. حتى اذا ما لقيت احد باخذ لي جوتي من محلي وبكتب عليه هذا ارنب. والله تسويها والله حاله ارنب. تقهوى بس تقهوى، حالتك حاله. بس انا لوني منك اروح اشتكي عليها عند القاضي. قصرت انا، شكيت مشكله القاضي الله هادي لها، بس يشوف هاي تعومس كلها يا بنتي تفضلي وقعدي، وانا يا حضره القاضي اوراقي بيدي، خذوه خذوه اخرج اخرج كله اخرج، بس اروح عند القاضي قال لي اخرج وانا اخرج. اي اللي بشوف تحملها بلسانها ومشاكلها. هذا لا متحمل كل مشاكلها هي الدرعه، تبي يومية درهمين ثلاثه درهمين ثلاثه، انت شايف السوق طايح، سوق الاحذيه سوق السوق كله ميت. كساد كساد كساد، انا عندي الاقتصاد متدهور، انت ما ادري عاد ايش حتى انا حلت شوف انت متدهور كلك الظاهر. ايه الناس كلها شوف الناس متدهورين، حفاي بساتي حفاة نحو حتوفهم يسيرون. احسد اي والله يسيرون صاج يسيرون والله معروف. لو كل واحد بيلبس له جوتي ولا نعال وبيكشخ ان كان دكانك هذا ما يلحق بيع. على يدك انا ما ودي، كان زين كان افتك من لسانها، كان اشتري له باليوم درزنين ارانب، لكن المشكله في شيء، المشكله حتى اللي قام يكشخ هالايام يخاف
يلحقون المراقبين ياخذوا منا فلوس الكشخه ضرايب. ايه اقول انا ليش يلحقوني؟ كله يلحقوني هذا على هالستاديوم. شلون ايه معود؟ خفف انت خفف ودلتك، لا تلمح وايد، يقولون يبيع وايد هم يحطون عليك ضرايب. وكيف